السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرا من مهندسي الكهرباء بيحس ان في بعض الحاجات بيحتاجها في الريفت بس بيلاقي ان الريفت ما بيعملهوش. ففي اداة ظريفة اسمها ديزاين ماستر الكتريكال ار تي، فيها بعض الامكانيات الكويسة زي ان هو عامل لك اون لاين رايزر دايجرام، فيدر سايزنج، الفولتج دروب كالكوليشن وهكذا. يعني على سبيل المثال مجرد ان انت تشغل اداة وتحدد الحاجة اللي انت عايز تصدرها ل اون لاين رايزر دايجرام فورك مصدرها لك، تقدر تروح قايل له بيست في الاوتوكاد يصدرها لك بالشكل دوت، وسايز برضو فيدر سايزنج هيوفر لك الوقت بدل ما تقعد تحسب على برنامج اخر. لا هو ده يعتبر اضافه داخل الاوتوكاد. تظهر لك حساب كله وسيركت بريكر برضو والواير سايزنج. هو هدية لمهندسي الكهرباء.